تواصل مؤسسة مصر الخير أحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تواصل فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمحافظة الأقصر. يهدف المشروع إلى التنشيط الثقافي والعلمي والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية وتطوير القدرات الإبداعية وتعزيز مهارات التواصل والتعبير عن النفس لدى الأطفال. في إطار أنشطتها الخدمية المتنوعة، قدمت مؤسسة مصر الخير في محافظة الأقصر نشاطاً تعليمياً مجتمعياً في مدرسة أحمد عوض المجتمعية، إحدى مدارس الفرص الثانية التابعة لمركز إسنا، والذي استهدف الأطفال المحرومين من خدمات التعليم والمتسربين بالتعاون بينها وبين وزارة التربية والتعليم. إحنا مش بنوفر بس فرصة تعليمية للمتسربين بس، لا، المؤسسة مهتمة أن الفرصة التعليمية دي تبقى بكفاءة عالية. الهدف اللي مؤسسة مصر الخير تبنته أن هي توفر المدرسة وتوفر لهم فرصة تعليمية كويسة عشان يبقوا أفراد صالحين في المجتمع. على الجانب الآخر، استكملت المؤسسة أنشطتها بتقديم مكتبة متنقلة تحمل شعار حكايات على 4 عجلات، والتي قدمت جلسات حكي تربوي وألعاب تعليمية ذهنية وقراءة حرة للأطفال. المكتبة المتنقلة مكتبة تابعة لقطاع منح الحياة بمؤسسة مصر الخير، مكتبة بتقدم جلسات حكي تربوي، مسرح العرايس، ألعاب تعليمية ذهنية، قراءة حرة. ولكن الهدف من المشروع ان الطفل يبقى يعرف اسم القصة، يعرف المؤلف من اللي رسمها، وبعدين يشوف هو استفاد من القصة ويقول لنا كده بكل حرية. المدرسة هي 67 مدرسة بنتها مؤسسة مصر الخير في المناطق النائية والمحرومة من التعليم، والتي كانت سببا في سعادة هؤلاء الأطفال. أنا بشكر مؤسسة مصر الخير إنهم فادونا وعلمونا حاجات كتيرة وادونا فرصة للتعليم وبنوا لنا المدرسة عشان نتعلم. مبسوط جدا عشان مصر الخير علمتنا حاجات كتيرة، بنرسم وبنلعب كاراتيه أنا وأصدقائي وبنقرأ. كنت مبسوط جدا يوم خشيت المدرسة، كنت مش عارف أكتب اسمي ولا حاجة وتعلمت مني كل حاجة. احنا نشكر مؤسسة مصر الخير لأنهم علمونا وربونا وكل حاجة عملوها لنا، وتعلمنا قصص وعلمونا على التكنولوجيا وبقينا نحل وبنعمل مسرحيات. وفي نشاط آخر من أنشطة المؤسسة الخيرية، وجود مطبخ مصر الخير الذي يحرص على تقديم وجبات غذائية بشكل مستمر وتوزيعها على الأهالي الأكثر احتياجا بالمحافظة. تحت مظلة التحالف الوطني، مصر الخير بتنفذ مطبخ الخير في القرى والمحافظات المختلفة. ومطبخ الخير طبعا بما انه هو بيقدم وجبات سخنة او الوجبات الغذائية دي محتاجة عناية فائقة عشان نوصل لجودة ترضي المستحقين وكمان وترضي المتبرعين اللي استأمنوا مؤسسة مصر الخير لتوصيل زكاة اموالهم او صدقاتهم لتوصيلها للمستحقين في القرى والنجوم. تحت مظلة التحالف الوطني، تواصل مؤسسة مصر الخير العمل دائما في كل المحافظات بهدف المشاركة في بناء الإنسان في المجالات التنموية المختلفة وإنشاء مجتمع تكافلي ينمو ذاتيا للنهوض به اجتماعيا وتعليميا.